السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني هذا بريدج ديود اللي فيه هنا دي سي بلس، دي سي موه ناقص ودي سي بلس، يعني هنا هذا ديال لي كورون كونتيني، التيار المستمر، بلاس سي بلاس سي التيار المتناوب. غنجيب واحد ترانسفورماتور، ياك هنا فيه اسي انبوت يعني المدخل، وفيه هنا اوتبوت دي سي اوتبوت يعني كيدخل هذا كيدخل 220 فولت وكيخرج يعني 12 فولت، يعني هنا 12 فولت. اش غندير 12 فولت يعني هنا اونطري 220 فولت 220 فولت سورتي 12 فولت 12 فولت. غنجيب واحد البريز دو كورون 220 فولت، غندير هنايا فاز مع هذا الترانسفورماتور، لان النوتر مع الترانسفورماتور مع المحول، ومن هنا غنخرج هاد جوج خيوطه اللي هما صفرين، واحد غنديرو فلاسي والثاني غنديرو فلاسي يعني في التيار المتناوب. وهنا غنجيب واحد الملتيمتر غنديرها في دي سي فولت يعني التيار المستمر، التيار المستمر كورون كونتيني. غنجيب هاد البيز ديال هاد الميتريمتر غنديرو مع دي سي بلس يعني مع التيار المستمر، والكوما غنجيبو ديال الميتريمتر غنجيبو مع دي سي موان ناقص، خصو يعطيني هنا 10.33 دي سي في كورون كونتيني، 10.39 دي سي فولت كورون كونتيني، يعني 10.39 التيار المستمر بحال هكا. وغنعرف بان هاد دو بون دو ديود بانه راه خدام، مفهوم هذا. قلنا غنجيب الفاز غنديرو في انبوت المدخل، النوتر 220 فولت غندخلو في انبوت يعني المدخل، اوتبوت 12 فولت. الخيط الاول غنديرو في لاسي ديال المحول ترانسفورماتور، الخيط الثاني غنديرو في لاسي في التيار في لو بون دو ديود. هنا غنجيب واحد الملتيمتر غنديرها في دي سي فولت، غنجيب البليس ديال الملتيمتر غنديرو مع دي سي بليس، والكوما غنجيبو وغنديرو مع دي سي موان. وهنايا خصو يعطيني 10.33 دي سي في التيار المستمر كورون كونتيني. غنعرف بأن هاد لو بون دو ديود جسر ديود أو بريدج ديود أنه يعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير.